السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا بالحلوين، كيف أموركم؟ إن شاء الله الصحة طيبة. طبعا اليوم راح نسوي لكم عنوان الفيديو هو خاص بالمنفصلين. خلينا نعرف الحبيب ما سبب عدم رجوعه، ماذا يفكر، ماذا يحس أو ماذا يشعر، هل يراقبك أو لا، نعرف نواياه، خطواتها الجاية، ومتى الرجوع. طبعا سنختار بطريقة عشوائية سحب أول وسحب ثاني. القراءة ستكون بحسب الحرف الأول من اسم حبيبك، وستجد الحروف في صندوق الوصف. سنختار بطريقة عشوائية. طلبتم مني الاختيار بطريقة عشوائية. أوكي، بنشوف ونختار. طيب هذا بالنسبة للسحب رقم واحد، والسحب رقم اثنين، ونأخذ في نفس الوقت خمسة اختيارات. أوكي، خلينا نعرف كل التفاصيل ونشوف. هذه قراءة رقم واحد وهذه قراءة رقم اثنين. سوف نختار الحجر الأبيض قراءة رقم واحد والحجر، خلينا نختار الحجر البني. أوكي، تختارون إما الحجر رقم واحد قراءة نمبر وان، ستجد الحروف في صندوق الوصف أو في أول التعليق. قراءة رقم واحد الحجر الأبيض، وقراءة رقم اثنين هي الحجر البني. سنبدأ برقم واحد. خلينا نعرف مشاعر الحبيب. طبعا لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. خلينا نشوف، ناخذ الخمس. خلينا نشوف ثلاث كروت الأولى بخصوص سبب عدم الرجوع، مشاعر الحبيب تجاهك. طيب شوفي، الشخص هذا بيحبك وقاعد يفكر فيك وقاعد يستنى يعني إشارة منك إنك ترجعي له. هنا أنتم منفصلين لكن بينكم شيء، بينكم روابط روحية أو بينكم خطبة أو بينكم إعلان. أتوقع علاقتكم معلنة للناس، أو أنكم على يعني خلينا نقول شوية وتعلنون العلاقة، أو العلاقة معلنة الناس تعرفها. أنتم بينكم روابط روحية، شخص هذا بيحبك وقاعد يفكر فيك، لكن عندكم مشاكل، يعني في عندكم بعض المشاكل هي اللي تخلي علاقتكم فيها أون وأوف. ترى عندكم زواج، الزواج موجود. اوكي، الشخص هذا اتوقع، شوفوا القراءة هذه تقدر تكوني انت متزوجة، يقدر الشخص هذا يعني هو زوجك، انت دخلتي للقراءة هذه والشخص هذا زوجك، لانه هنا تؤكد للقراءة انكم متزوجين، او انكم يعني قاعدين تفكرون بموضوع الزواج، او انكم حاليا هالفترة مشكلتكم بخصوص الزواج والارتباط. يعني الشخص هذا مو راضي انه يرتبط، او مو راضي انه يعني خلينا نقول يدخل في امور جدية. لسه ما وضح لك مصير العلاقة وين متجهة. على هذا الاساس انت زعلانة، لانه هنا اذا انت دخلتي لهذه القراءة وانت متزوجة، ف حب زوجك لا يتحمل المسؤولية، وهذا السبب الخصام بينك وبينه. أما إذا أنت يعني لسه ما تزوجتي بهذا الشخص، فزعلك بخصوص أنه هو لسه ما تقدم لك لخطبتك أو للزواج، وهذا الشيء قاعد يزعجك. عم تحسي أنه الحبيب غير واضح، رغم وضوح مشاعره، رغم أنكم يعني سبحان الله توأم روح، لكن عندكم الأون والأوف في العلاقة. شخص هذا تحسينه أحيانا يعني قاعد يلعب، اوكي، كأنه يلبس قناع، قاعد يلعب، قاعد يعني يحوم وراء النساء او النساء محيطة حواليه. هذا الشيء هو اللي زعلك يعني منه. في عندك تعب من هذا الموضوع، عندك بعض الشكوك. طبعا هذه الشكوك خلينا نقول انها تجي ما بين الحين والحين، لانه هو لما يختفي عليك او يكون بينكم خصام بتحسينه يبتعد بطريقة سبحان الله، يعني تحسي تقولي
ايش الموضوع لهالدرجة؟ يعني انت تحبني وتكلمني يوميا ليه كذا؟ يعني بتحسي انه الشخص هذا على قد ما يعطيك الحب على قد ما يسحب عليكي، او كل ما تيجي تطرحين عليه موضوع الارتباط يسحب ويبتعد. على فكرة الشخص هذا يشوف انك انت احسن منه، عنده نوعا ما قلة الثقة في نفسه، على هذا الاساس هو قاعد يتهرب او يهرب. لكن اللي مو فاهمه انك انت فعلا صادقة معاه وبتحبيه، انتم اثنيناتكم بتحبون بعض بس احيانا ما تفهموا بعض، انت من جهة احيانا تشكين فيه وهو من جهة يقول راح تهرب مني البنت هذه واحس انها تستحق احسن مني. يعني حاولوا انكم تفهموا بعض، لانه على قد محبتكم على قد الاون والاوف اللي عندكم. القراءة هذه الكارت هذا يقول لك اصبري شوية راح تفهمي وضعيتك الايام الجاية. انتم منفصلين، الشخص هذا ما يبغى يرجع لك لانه يبغى يفهم نفسه. نفس الشيء انت كأنكم اخذتم بريك للعلاقة، ودك تفهمي نفسك، ودونه هو اصلا يفهم نفسه ايش يحب هالعلاقة ايش ما يحب. اذا انت طرحتي عليه موضوع الزواج وحسيتي انه قاعد يتهرب لانه صراحة يعني من الاخير مو فاهم نفسه لكنه بيحبك، قاعد يفكر في كيف يفكر في مستقبل العلاقة، قاعد يفكر في مستقبل العلاقة، قاعد يفكر انه هو انه انت فعلا الزوجة اللي اختارها قلبه، لكنه مش عارف نفسه. ربما انت احسن منه وعندك اشياء افضل منه، ما ادري ايش هو بالضبط صراحة. لكن في بينكم اطفال، في بينكم زواج، وفي بينكم ارتباط. مهما صار ومهما ابتعدتم هالفترة، هو هذا الشخص سبحان الله يفكر معك بكل جديات، قاعد يراقبك. أنا شايفة إنه في مراقبة، في مراقبة، شايفة إنه كأنه يرسل لك سنابات أو يرسل لك ينزل حالات واتس أو ستوري، يقول كأنها عبارات أو حتى بوستات ما أدري وين، يعني على أي تطبيق، بس أنا شايفة إنه قاعد يعبر عن حبه لك بطريقة غير مباشرة. يعني في حالة الخصام والزعل ينزل بوستات إنه هو مثلا يحبك، إنه هو يعني يفكر فيك، وأنت نفس الشيء. يعني من الأخير أنتم مشاعركم متبادلة والحب متبادل. أنت كثيرة التفكير، تفكرين كثير بطريقة كبيرة جدا، قاعدة تفكري إذا هذا الشخص يعني هل فعلا هو بيحبني أو مسك، أو أنا قاعدة أضيع وقتي. أقول لك ترى بيفكر في الزواج أصلا، سبحان الله الكارت هذه طلع أنكم متزوجين، يعني كأنكم متزوجين أنتم أصلا من قبل ما تتواصلون مع بعض. يعني هذا نصيبك في نهاية الأمر، الشخص هذا نصيبك، في عندكم رجوع، لكن أصبري شوية لانه هو مو فاهم نفسه. ربما الانفصال اللي عندكم حاليا يعني حلو عشان تفهمون نفسكم، اوكي؟ لانه قاعد يفكر فيكي. حاولي انك تزيحي كل الشكوك اللي عندك، حاول انه هو كذلك يعني يفهمك اكثر، تفهموا على بعض اكثر. خطواته الجايه كل خير، فيها حب وفيها سعاده وفيها استقرار على الصعيد العاطفي. يعني من الاخير هنا تقول لك اسمعي، انصتي لما يقوله قلبك، اسمعي لسن، يعني حاولي انك تفهمي او تسمعي كل ما يقوله قلبك. هو ايش احساسك تجاه هذا الشخص؟ انه هو نصيبي، انا احبه وانا ابغاه، ولكن هنا تقول لك اسمعيه، هو دايما يسمعك وساكت. هو انسان اتوقع انه انسان صامت، يعني ما يعبر عن مشاعره بطريقة واضحة وجلية، وهذا الشيء اللي زعجك منه. لكن هذا شخص بيحبك، يعني اوكي. انت انسانة حالمة، تدري ايش يشوفك هذا الشخص؟ قاعد يشوفك طموحة، قاعد يشوف احلامك اكبر من علاقتكم. على هذا الاساس هو قاعد يعني خايف منك، خايف من انك ربما تروحين عليه، لكن هو بيحبك. في عندكم زواج، حاولي انكم اثنيناتكم تتناقشون مع بعض، يعني حلوا المسألة، لا تخلوا المواضيع عالقة كذا. هو نفس الشيء ماسك قلبه، يعني مو عارف نفسه ايش يسوي، ترى بيحبك. كل الكروت هنا تقول انكم ملائمين لبعض، انتم سبحان الله توأم روح، انتم توأم روح، شفتي انتم توأم روح اصلا، سبحان الله توأم روح، تحبون بعض وملائمين لبعض.
انتم من خلقتم البعض، هذا الشخص هذا بيحبك، لكن ابتعدوا عن العين والحسد. ترى ما شاء الله، يعني بصراحة في ناس بتحاول انه تسوي لكم عمل سحر بنية تعطيل اموركم، انكم ما توصلون لبعض، او في ناس تحاول انه احيانا تحسي انه ترى يا امسك ما عندنا مشكلة، ما عندنا اي شيء، بس سبحان الله علاقتنا بسرعة كذا يحصل فيها مشاكل بدون سبب. هذا من العين والحسد. ما شاء الله تراكم انصبتم بعين كبيرة جدا، كلام الناس وراكم، علاقتكم تراها حلوة مرة حلوة. على هذا الأساس ديري بالك، حصنوا علاقتكم. يعني بصراحة اللي يريد يبغى يتواصل معي بنية تحصين العلاقة ما بينك وما بين الشريك، أنصحك أنك يعني تحصنوا علاقتكم من خلال اسمك، اسم والدك، تاريخ ميلادك، وصورة للعيون لك وله، يتم تحصينكم تحصين دائم. ترى شوفي الكارت هذا شوية خلينا نقول قاسي يعني على الكروت الأخرى، يعني فيها حدة، فيه ناس بتحاول إنه تسوي لكم عمل بنية تعطيل أموركم، وحاولوا إنكم تبتعدون عن العين بأقصى ما يمكن. وفي عندكم ترى هنا تقول لك يعني بروجكت، يعني هنا في مشروع الزواج قائم بإذن الله، زواجكم موجود. وخلينا نشوف بالكارت المغربي متى. اوكي خلينا نسحب كروت ونشوف متى. شوفي بإذن الله سمعنا عليم الوضع، بإذن الله سمعنا عليم راح ترجعون انتم بعد ساعة، بعد يوم، بعد 10 أيام، بعد أسبوع، في عندكم رجوع، يعني ما في أي مشكلة، رجوعكم موجود، فقط حصنوا نفسكم من العين والحسد والسحر أو أي أذية يمكن أنها تنصاب لكم. وفي نفس الوقت بالنسبة للزواج، إما على آخر هذه السنة ولا على بداية السنة الجديدة، بداية من شهر 4. أوكي يعني إما بعد 4 شهور يعني آخر هذه السنة، ولا شهر 4 يوجد عندك زواج مع هذا الشخص. إن شاء الله يكتب لك يعني كل النصيب الطيب. تراكي ما شاء الله جميلة، وإن شاء الله يا رب نسمع لكم الأخبار الحلوة. رجوعكم موجود لا شك فيه، فيا رب الله يرزقك كل السعادة يا رب. شكرا لكم جميعا، كانت هذه قراءة نمبر 1 للحجر الأبيض. أوكي ننتقل إلى القراءة رقم 2 وهي الحجر البني. شكرا لك، يا هلا ومرحبا بكل من اختار الحجر البني. كيفكم؟ كيف صحتكم؟ ان شاء الله طيبة. طيب خلينا نسحب الكروت. ما هي مشاعر الحبيب للمنفصلين متى العودة والرجوع؟ اوكي هنا عندكم رجوع بإذن الله، ما شاء الله ترى الاثنين قراءات حلوة اتوقع كذا. طيب خلينا نقول انه القراءة هذه حلوة مبدئيا، حلوة. هنا يوجد عندك ان شاء الله بداية جديدة. خلينا نقول انه علاقتكم او انفصالكم مطول، طول او مطول. اوكي يعني مش راح يرجع لك في فترة قصيرة جدا زي ما ذكرت في القراءة نمبر 1، ستكون فيها نوعا ما حدة في مدة الانفصال، وهذا الشيء ربما زعجك، او اذا انت يعني لتوكم منفصلين تراها راح تطول شوي. اما اذا انتم انفصلتم وكان انفصالكم مطول، ان شاء الله هذا الانفصال المطول وراه بداية جديدة وروح جديدة لعلاقتكم اللي ماتت او العلاقة اللي ضاعت. تمام؟ هنا سبق أنكم تعرضتم لتفرقة من الأهلة، من عائلتك، من كلام الناس، من سحر التفريق. أنتم تراكم معرضين إلى خلينا نقول إلى عراقيل،
علاقتكم كانت معرضة إلى عراقيل أو تعرضت إلى عراقيل. الشخص هذا ناوي معاك الارتباط بدون كلام وبدون نقاش، أنتم اثنيناتكم بتحبون بعض، نيته صادقة وصافية. الشخص هذا يشوف أنك أنت حبه الأبدي وأنه ما في غيرك، أوكي؟ يعني كل مشاعره صادقة 100% تجاهك. لكن الكارت الثالث يقعد يبين لي نفس الكارت الأول إنه كان في عمل معمول لكم عشان يعني تتوقف علاقتكم وتنفصلون، وهذا الشيء زعجك أحزنك، أحزنه بعد، خله هو بعد تعبان، يعني ترى يعني أنتم نفس الشيء، هو تعبان أنت تعبانة، هو مزعوج أنت مزعوجة، أنتم كأنه يعني روح وجسد يعني انفصلوا عن بعض بالضبط كذا، يعني هذه حالتكم بالضبط، أنت تعبانة وهو تعبانة، أنت حزينة وهو حزين. شخص هذا بيحبك يبغاك، شوفي الكارت الرابع تقول إنه كأنكم انفصلتم روح عن جسد، شفتي؟ كأنه روح عن جسد قاعد يفكر فيك، روحانياتكم عالية، طاقتكم خلينا نقول طاقتكم كذا منسجمة، الشخص هذا يفكر فيك زي ما تفكرين فيه، بنفس الطريقة، بنفس الإحساس، بنفس المشاعر، هذا الرجل قاعد يفكر فيك، ولا 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 خلينا نقول ولا لحظة ما فكر، ولا لحظة ما راقب، دايما يراقبك وقاعد يشوف أمورك. أنت هنا تعبتي، تحسي بتعب، تحسي بألم، تحسي بضيقة في الصدر، تحسي باختناق، عندكم تفرقة، مهما كانت نوع التفرقة سوى سحر أو عمل أو فتنة أو كلام، تراكم أنتم تفرقتم عن بعض رغم قوة المحبة، رغم ربما حتى يكون حسد قوي، شيء قوي، المهم في شيء قوي فرقكم، ترى مشاعركم قوية جداً. الكارت هذا كارت الكارت الرومانسي، هذا حق المشاعر الصادقة، هذا بيحبك، انتم من حسدتم او تفرقتم لانكم بتحبون بعض بطريقة جنونية، يعني حتى البعض منكم ربما صارت بينكم اشياء حميمية، علاقة جنسية او شيء من ذلك، عندكم رابطة قوية، رابطة روحية ورابطة جسدية قوية جدا، يعني الشخص هذا بيحبك، شوفي يعني صار بينكم شيء حميمي، صار بينكم محبة، صار بينكم كلام، صار في شيء قوي جدا، يعني علاقتكم عميقة لأقصى الحدود، ويقدر تكون حتى علاقة طفولة. شوفوا كيف يعني كروت هذولا تعطيني كأنها حتى كانت علاقة طفولة، يعني من أنتم صغار كنتم تحبون بعض، أو من أنتم صغار متسمين على بعض، لأنه هنا تعطيني ما شاء الله كأنكم كنتم مع بعض منذ يعني منذ الطفولة، انتم البعض، انخلقتم البعض، او انه يعني من كثر ما انكم ملائمين لبعض انتم تحسون كأنك هذا الشخص تعرفي من زمان، بيراقبك، بيفكر فيكي. الكارت هذا يقول لي انه سبحان الله رغم حبكم ورغم عمق الحب اللي عندكم، انفصالكم كان طويل بسبب سحر او بسبب طاقة معطلة وقاعدة تعطل لكم حياتكم، بيحلم فيك، يحبك، قاعد يفكر فيك بطريقة جنونية، يقدر البعض منكم حتى مسوي جلب او تبغى تسوي عمل روحاني بنية موافقة الاهل، لانه هنا عندكم اهل منك او منها غير راضين على هذه العلاقة، اوكي؟ ثلاث نساء غير راضين على هذه العلاقة، بيحاولوا انهم يعكرون امورك بالسحر او بالنميمة، فحاولي انتبهي جيدا يا عمري، ترى هذول الثلاث نساء مو تاركينكم في حالكم، عم يحاولوا انهم يفرقون بينكم بطريقة الاسحار، بطريقة كل شيء، مهما بكل ما اوتي لهم من قوة يحاولوا انهم يخربون ما بينك وما بين حبيبك علاقتكم، اوكي؟ ما شاء الله انت انسانه يعني تحمدين الله على كل ما عندك، تحمدين علاقتك في هذا الشخص، بس انت انحسدتي، حاولي انكم تشيلون طاقه الحسد الموجوده عندكم او طاقه التعطيل الموجوده. الشخص هذا نواياه القادمه هو الزواج والارتباط، لا مفر، يعني حتى لو حاول اهله او اهلك انهم يزوجوكم من غير بعضكم، اقول لكم من الاخير مستحيل، استحالة كبرى انه هذا الشخص او انت تروح تتزوجين غيره او يتزوج غيرك، لانه انتم مكتوبين البعض من قبل ما تنولدون اصلا، انتم من الاخير يعني نصيب بعض.
قاعد يراقبك، نواياه صادقة، بيحبك، قاعد يتألم لأنك أنت مو موجودة في حياته، لكن هو صادق 100% ويحبك وقاعد يراقبك. خطواته الجاية إن شاء الله راح يتواصل معك ويتصل عليك، وعندكم تحديد للزواج، لكن لابد أنكم تفكون الطاقة السلبية الموجودة عندكم، لأنه الكارت هذا يعني الزواج الحتمي ما بينك وما بين هذا الشخص. أنتم مخلوقين لبعض، كل الكروت تدل على الحب والمحبة، تدل على الأشياء الحميمية اللي صارت بينكم، تدل على انه هذا الشخص يحبك ويفكر فيك، وانتم متأصلين او انتم يعني مرتبطين في بعض، فالعلاقة عميقة جدا وجميلة جدا، والشخص هذا بيحبك. خطواته الجاية راح يكلمك. خلينا نشوف بالكارت المغربي متى هذا الشخص راح يتواصل معاكي. اوكي، اذا بينكم بلوك هالفترة راح يروح، تمام، راح يتصل عليكي. في عندكم الاهل غير راضين، اللي يبغى اللي عندك يعني اللي عندكم اهل غير راضيه، ترسلي لي اسماءهم واسمك واسم والدك، تاريخ ميلادك، صوره للعيون لك، اسم الحبيب، اسمه، اسم والدته، تاريخ ميلاده، وصوره العيون له، باذن الله السميع العليم مع اضافه الاطراف الغير راضيه بنخليهم راضين باذن الله السميع العليم في غضون 31 يوم، يتواصلون معكم ويتم زواجكم وتسهيل اموركم. بالنسبه لي يعني الرجوع سيكون بعد خمسه ايام، 15 يوم او 5 اسابيع، فلك كل الصبر في ذلك. رجوعكم موجود وحتمي، لكن يبغى له بعض الصبر، خصوصي انه علاقتكم جميلة جدا، ولكن طاقة الحسد مأثرة عليكم، او طاقة سلبية قاعدة تأثر عليكم وقاعدة تحاول انه تخرب بينكم، لكن هذا الشخص بيحبك يا عمري ويبغى يتزوجك، فان شاء الله نسمع عنك الاخبار الحلوة يا رب باذن الله السميع العليم. شكرا لكم على يعني سماع هذا الفيديو، يعني سيكون هناك فيديوهات أخرى إن شاء الله في القريب العاجل، ونسألكم يعني كل الخير، وإن شاء الله يا رب تجوا تبشرونا وتفرحونا بكل ما هو خير بإذن الله السميع العليم. شكرا لكم حبايبي يا حلوين. اللي يريد يحجز أو يتواصل أو يستفسر بخصوص القراءات أو الأعمال الروحانية، رقم الواتساب في صندوق الوصف أو في أول التعليق. شكرا على حسن الاهتمام والاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.